كنا خدنا المره اللي فاتت الاوامر اوامر التعديل الموديفاي، صح؟ خدنا امر موف وعرفنا ان هو بينقل وعرفنا ازاي ينقل، وخدنا امر كوبي وعرفنا ازاي ينسخ، وده بينسخ نسخ غير منتظمه. اما امر اراي فبيستخدم لنسخ عمل نسخ ايه؟ منتظمه، سواء كانت مستطيله افق راسي او كانت دائريه اللي هو البون. الان عايزين ندخل في شغل الكاد بتاعنا، عايزين نستخدم اهم امر في الكاد وهو امر اوفسيت. اوفسيت ده امر خطير جدا، بيستخدم لرسم الموازيات. يعني بالبلدي كده ده المسطره حرف تي بتاعك. ده المسطره ايه؟ حرف تي بتاعك. عايز ترسم موازي لازم تستخدم امر مين؟ اوفسيت. من قائمه موديفاي اوفسيت ولو ايقونه عامله كده، او له اختصار تكتب له حرف الاو. عشان ترسم موازيات في عندنا طريقتين، اما انك ترسم عايز ترسم خط يوازي خط ويبعد عنه مسافه توازي معينه، ودي بنسميها اوفسيت ديستنس، او انك عايز ترسم خط يوازي خط ويمر ثرو خلال نقطه معينه. في عندنا يا جماعه ايه؟ نظامين في رسم الموازيات. عايز ترسم خط يوازي خط ويبعد عنه مسافه معينه، او انك عايز ترسم خط يوازي خط ويمر بنقطه معينه. نفتح الشباك ده، نفتح الشباك ده اتفضل، عشان الايه؟ الماتش حمي. ماشي، الماتش حمي وبره الناس مشيت الحمد لله. خد بال حضراتكم معايا بقى، لما نجيب امر اوفست خلاص مش مشكله، مش مشكله، مش مشكله ستار، مش مشكله ستار. الشباك بس عشان نجيب اول. هقفل كل حاجه؟ لا اقفل، انا عايزك تقفل عشان الماتش اللي بره وتحكم الغلط. بس شكرا. التاني نجيب هوا. خد بالك معايا. اول ما نجيب امر اوفست يا جماعه بيديني رساله مهمه جدا، يقول لي اوفست ديستانس اور ثرو. عايز تشتغل بقى النظام في يوم. لو عايز تشتغل بنظام الاوفست ديستانس اكتب له الرقم على طول. دخل مسافه، مسافه التوازي. لو كتبت له لو اخترت او لو كتبت له حرف التي يفهم انك عايز تشتغل بنظام ايه؟ ثرو. لا هو هنا الاول تختار النظام اللي تشتغل بيه. تشتغل باختيار النظام اللي هتشتغل بيه. بعد اختيار النظام اللي هتشتغل بيه، لو اخترت نظام الاوفست ديستنس اسالك الاوفست ديستنس بكام يا عم الحاج؟ تدي له الاوفست ديستنس. جميل؟ يروح الراجل بعديها سالك اختار العنصر اللي عايز ترسم له موازي. نختار العنصر اللي عايز نرسم له موازي. لو انت شغال بنظام الاوفست ديستنس هيسالك سؤال مهم، يقول لك سبيسيفاي بوينت اون سايد تو اوفست. بس خدوا بالكم، انا لو عندي خط كده يا جماعه وقلت لك ترسم لي موازي له على بعد 2 سم، ممكن ترسم له موازي الناحيه دي على بعد 2 سم او موازي على بعد 2 سم. طب هو يفهم انك عايز الناحيه الهين، يقول لك دوسني في ناحيه من الناحيتين عشان ارسم لك موازي. واضح؟ هنجيب الاركاد وموضوع الديسكتوب، بس مش هنجيب الديسكتوب. هذه الاركاد 2007. شوفوا، عايزين نرسم منزل او اوضه ابعادها 800 في 600، 800 سم في 600 سم، وسمك الحته 25 سم.
حيث أن تستخدم أمر لاين مرة واحدة بس وترسم بيه خطين اتنين بس. أوكي؟ عايز أرسم أوضة 800 سنتي في 600 سنتي وسمك لحد 25 سنتي بحيث أو خلي السمك لحد 50 سنتي لحد حجرين. واخد بالك؟ وبحيث تستخدم أمر لاين مرة واحدة بس وترسم بيه خطين اتنين بس. سهل كده. هنجيب أمر لاين ونرسم خط أفقي أو مدوس اف 8 معايا؟ واكتب 800 وانتر وخط رأسي واكتب 600 وانتر وانتر. كده خلص المتاح لك من أمر لاين. طيب عايزين نكمل الرسم. هتلاقي في عندك هنا في الجنب امر اوبست شايفينه؟ اهو امر لاين عادي بس بدوس اف 8 عشان ما يرسمليش خط 100 وبكتب له المسافه اللي هي في الاتجاه. نرسمه تاني. هنجيب امر لاين اهو الناحيه دي وابتدي من نقطه كليك شمال وعايز ارسم خط افقي 800 فبدوس اف 8 عشان ما يرسمليش على المائل وبديله. وده نظام تاني من الرسم ما خدناهوش يمكن، ان انا بوجه بالماوس واديله المسافه بالكيبورد. اوجه بالماوس واديله المسافه بالكيبورد وانتر. اوجه بالماوس واديله المسافه بالكيبورد وانتر. كفايه كده اديله انتر على الفاضي. صح؟ يبقى انا اول حاجه ارسمت الامر لاين خطي. عن طريق امر اوفست سألني قال لي specify offset distance or through. لو انت عايز through تكتب له تي. يجوز احنا نشوف الامر سهو ازاي. بص اوريك اهو. هيقول لك اختار اللي انت عايز الخط عايز ترسم له موازي اهو. through مين؟ النقطه دي. صح؟ والامر ده امر تكرار. خدوا بالك. اسالك تاني اختار العنصر اللي عايز ترسم له موازي specify object to offset. through مفهومة؟ يبقى عرفنا الثرو تشتغل ازاي يا جماعة؟ الثرو تشتغل ازاي؟ موازي بنفس الطول بنفس كل حاجة. ماشي يا جماعة؟ لا هو موازي اسمه موازي. ده اسمه موازي. لا 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 هو عنده موازي يعني زي بالظبط. زي بالظبط. ده كده اسمه موازي. واخد بالك؟ التاني ده بقى موازي مع التحريك. موازي مع موف. معايا؟ طيب. لا زال بيسالني سيلكت اوبجكت اوبجكت. يا عم خلاص كفايه. اروح مديله انتر على الفاضي. عايز ارسم بقى سمك الحيطه والكلام ده. فهديله انتر على الفاضي تاني يوم يكرر الامر السابق. قلنا بحد ما قلناهاش ما قلناهاش. انتر على الفاضي بتطلعك من الامر. وانتر على الفاضي تكرر لك الامر السابق مره ثانيه. فالامر اوبست انتر طلعتني وانتر دخلتني تاني وسال. طب ليه انت طلعت ودخلت يا عم الحاج؟ عشان يسالني من جديد سبيسيفاي اوفست ديستانس اور ثرو. احنا عايزين دلوقتي نشتغل بالاوفست ديستانس ولا بالثرو؟ بالديستانس. فاكتب له 50 وانتر. سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست اهو. سايد تو اوفست فوق. سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست اهو. سايت تو اوفست جوه. سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست سايت تو اوفست. سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست سايت تو اوفست. سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست. كفايه كده يا عم الحاج. انتر على الفاضي. عرفنا امر. لو جبت الامر تاني يقول لك دخل لي سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست اور ثرو ومحتفظ بالموازي القديم ال 50. ايه؟ تعال نقول له 100. 100 وسبيسيفاي اوبجكت تو اوفست سايد تو اوفست. سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست سايد تو اوفست. سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست سايد تو اوفست. سبيسيفاي اوبجكت تو اوفست سايد تو اوفست. نعمل ارش ارش. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ايه؟ الامر ده بيعمل ايه؟ موازي لسه الاوامر ستاتي لاحقه بتؤدي وظائف اخرى. يبقى ركز معايا. يبقى امر اوفست يا جماعه بيقوم برسم ايه؟ موازيات. وعنده اسلوبين رسم الموازيات
إما بمسافة التوازي أو يمر خلال نقطة. اتفضل. أنا عايز أبدأ مثلا من نقطة مثلا وأنا قاعد في الميد بوينت ولا في الإند بوينت، أمر اللي بيبدأ من أي حاجة دلوقتي. تريك. حاجة اسمها تريك، هتقلكوا في السودان شوية. تريك. إنك تتتبع نقطة. يعني عايز آخد نقطة تبعد عن النقطة دي 300 سم بس أو 200 سم. واخد بالك؟ عايز أنا مثلا مش فاهم، عايز أنا مثلا لا مفيش عندي حاجة من المزاج. ولا بالنيرف. لا لا. أنت عايز كده لا بالنظر؟ عايز ابدا اخش جوه، عايز مثلا اخد اي دور مثلا في الدنيا ماشي، مش هتعرف عليه نط عليه دي بتبعد مسافه معينه. لا امال ايه؟ بالنظر بالهواء ماشي، ما دام بالمزاج كده وبعينيك خش على ماشي ماشي ماشي. طيب يبقى خدنا امر اوفست ظريف وجميل. يبقى لنا مشكله، شايفين الخط عامل ازاي؟ دي مش حيطه، ده متقطع. جميل. في عندنا امر اسمه شامفر، يستخدم لشطف الاركان. يعني بص المنظر، كان عندي خطين متقاطعين كده يا جماعه ركزوا معايا، راح الراجل خلهم لي عاملين كده ازاي؟ الامر ده حتى المنظر بتاعه عامل كده، عامل زي شطف، شايفينه؟ ماشي يا جماعه، شايفين الشكل بتاعه عامل ازاي؟ جميل. الامر ده بيعمل ايه؟ بحدد له مسافتي الشطف. مسافه الشطف الاولى من نقطه التقاطع، مسافه الشطف الثانيه من نقطه التقاطع، وتختار الخطين يروح جاي من التقاطع بتاع الخطين، يقيس مسافه الشطف الاولى على الخط الاول، مسافه الشطف الثانيه على الخط الثاني، ويروح شاطف كده الاولى. حلو كده؟ تيجوا نجربه؟ لما بتجيب الامر ده بيديك رساله يقول لك current chamfer distance، عارفين ده عامل زي ايه؟ واحد عنده في البيت في مكتب عليه لوح ازاز بيعوره كل ما يجي يقوم يقعد، فجاب الراجل بتاع الازاز وقال له اشطف لي الكورنر، صح؟ مظبوط؟ فلازم عشان يشطف له الكورنر لازم يحدد له مسافتين الشطف، ولا الراجل ممكن يشطف له لوح الازاز يجيبه له نصين، يعني مش قلت له اشطف، صح؟ فالمكن اللي مع الراجل المفروض بيظبطها بمسافتين. فهو الراجل هنا بيديك رساله يقول لك current chamfer distance كذا وكذا، يعني الراجل بتاع الازاز لما جه بيقول لك خد بالك المكنه بتاعتي متظبطه على كذا وكذا، عاجبك ولا غير؟ فاهمني؟ واضحه؟ فبيقول لك اختار الفيرست لاين اور ديستانس، لو عايز تغير الايه؟ الديستانس. تعالوا نشوف الخط ده مع بعض كده. تخيل ان عندنا خط كده، نلغي في 8 بقى، وعندنا خط تاني كده ماشي يا جماعه، عندنا خطين متقاطعين. طيب هنجيب امر شامفر اهو، كتب لي تحت كرم شامفر ديستنس 0 0، انا مظبط نفسي على مسافه شطف 0 0. لا يا عم 0 0 انا عايز اغير، اول ما ادوس حرف الدي ليه؟ لان تحت مديني خيارات من بينها حرف الدي اللي هو ديستنس دي وانتر. يقول لي مسافه الشطف الاولى بكام؟ اقول له 100. مسافه الشطف الثانيه بكام؟ اقول له 200. شوف بقى السلكت فيرست لاين اهو، خد بالك الفيرست لاين هيقيس عليه الفيرست ديستنس اللي هو ال 100، والسكند لاين هيقيس عليه السكند ديستنس اللي هي 200، وراح شاطف وحاطط خط ومسح الزياده. نعم من نقطة تقاطع. لا لو عايم، هي دي بقى انا هنا حاطط شويه ملاحظات مهمه على الامر. بيقول لك الجزء المختار من الخط هو الجزء الذي يحتفظ به. يعني لو واحد جاب امر شامفر واخد بالك واختار الخطين دول يمسح له دول ويبقى على دول، فاهمني؟ اقول تاني، يعني جبت امر شامفر بديستنس، امر شامفر اقول لك بس اهو بديستنس 100 و100 خلاص. لو انا اخترت ده الفيرست وده السكند، عارف يعمل ايه؟ هيمسح دول ويجي من هنا على الفيرست يقيس 100 يقيس 200 ويشطف. بص ادي الفيرست ادي السكند، هو بيتعامل
لا وكانوا خطين، بس الجزء اللي انت دوست عليه على الخط يفهم ان ده اللي عايز تحتفظ بيه، والناحيه الثانيه من الخط يمسحها ومن التقاطع يقيس كذا. ودي الملحوظه اللي انا بقول عليها، الجزء المختار من الخط هو الجزء الذي يحتفظ به. في ملحوظه ثانيه مهمه، لا يلزم لتطبيق هذا الامر ان يكون الخطان متقاطعين. يعني ممكن يكونوا مش متقاطعين، يروح اول واحد ومدادهم ويتقاطعهم ويقيس مسافات الشنفر ويوصل. باستخدام هذا الامر مع جعل مسافات الشطف اصفار يمكن به تنظيف الاركان اي ازاله الزيادات. نفهم حته حلوه دي، لو عملنا اندو وجبنا امر شنفر هنلاقي الاصل عنده نظبط الدستنس بكام؟ بزيرو زيرو. بص بقى زيرو زيرو بتعمل ايه؟ لما تدوس هنا وهنا عمل الراجل جه من الكورنر من تقاطع وقال صفر وصفر ومسح الزيادات. فيفيدني قوي الامر ده في الحته دي. بس خد بالك الامر ده مش تكراري، بيشطف الكورنر ويروح بيته على الكوماند، لازم ادوس انتر تاني عشان يكرر الامر مره تانيه واشطف الكورنر ده، انتر كمان واشطف الكورنر ده، انتر واشطف الكورنر ده، انتر بص 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 واشطف الكورنر ده. ما هو قلنا بيمد لغايه التقاطع ويقيس ويمسح. لا ما انا بقول لا يلزم، يعني ممكن الراجل يقدر لو عندك خطين مش متقاطعين وعملت لهم شنفر يوصلهم الاول وبعدين يقيس المسافات ويوصل. امر حلو ولا مش حلو يا جماعه؟ ظريف؟ ايه؟ تعال نشوف، قلنا له شنفر ما جربتش لانها مش واقعيه، بس تعال نجرب نقول له ناقص 100. قال لك فاليو ماست بي بوزيتيف، لازم تكون من قيمه موجبه. ماشي؟ خلاص؟ ما ده اللي هناخده دلوقتي بقى. امر فيلم ده بيستخدم لتدوير الاركان زي اللي فات بالظبط، بس مش شارب بقى، بيخليها كيرفت. عارفين الرسم الهندسي اللي كان مطلع عينيكم الحته الاخيره اللي في الفبريكه دي اللي دايما بالقلم الاحمر كان يعملك عليها دايره وينقصك عليها؟ اهي دي، اهي دي. بس هنا بدل ما بنديله مسافات الشطف بنديله بدل ما بنديله يا جماعه مسافات الشطف بديله الراديوس. يعني يجي واحد يجيب الامر الظريف ده اهو ويقول انا عايز الريدس بزيرو. خد بالك الريدس بزيرو معناه نفس امر شنفر بالظبط. فيليب بقى براديوس زيرو زي شنفر بريزستنس زيرو. ما هو برضه هيبقى ما دام براديوس زيرو يبقى هيقطعها يطشهم في بعض. ايوه مش هيجيب كيرف. لكن لما اجي ادي له ار وانتر وادي له راديوس مثلا 50، بص لما اختار الفيرست لاين والسكند لاين يعمل ايه؟ حد خد باله؟ خدنا بالنا يا جماعه؟ من نفس القصه. فممكن بقى ايه؟ نعمل كيرفتشر في الدوائر. ظريف؟ ار هو راديوس، لا انا دوست ركز معايا، انا دوست الاول فيلت دخلني جوه امر مين؟ فيلت. قال لي خد بالك ان الكرنت راديوس اللي انت شغال بيه زيرو. صح؟ كارنت ريدس انت شغال بيه بكام؟ بزيرو. لا ارجوك غير الريدس. غيره منين بقى؟ من كلمه ريدس. شايف ريدس دي الار كابتر، معناها لو عايز تغير الريدس دوس الحرف الكابتر اللي هو الار. فلما دوست الار وانتر قال لي انت عايز ريدس بكام يا عم الحاج؟ اقول له 200. يقول لي اختار الخط الاول الخط الثاني. راح الراجل رسم الكيرف. قول سؤالك. ده حاجات ثانيه، في اوبشنز كتيره جدا للامر. بكرة لما بدوس اف 2 خد بالكم اللي تحت ده بيسع سطرين اتنين بس. الحاجات اللي فاتت كلها بتستخبى ورا شاشه الرسم، لو دوست اف 2 يجيب لك اللي فات كله. في حاجات كتيره يا باشمهندس، في البولي لاين، في تريم، مالتي، مالتيبل، في افلام.
احنا دلوقتي بنمشي اللي على قدنا وقدام بقى هنغوص في هذه الاشياء ان كان لنا وقت وعمر ان شاء الله. ان شاء الله. في عندنا امر اسمه إيريس. نركز. نركز. شمهندس. شمهندس. خذ مكان بولا في الوقوف. بس ده لازم واحد يقف في المحاضرة عشان المحاضرة تتوزن. وقف كده بس يجري الدورة الدموية. وقف ورا كده عشان صح صح. في عندنا امر اسمه إيريز بيستخدم لمسح العناصر. رسمت حاجه وعايز امسحها عادي. امر إيريز اللي هو عامل زي الاستيكه ده بيمسح العناصر وبيديني الرساله الشهيره اللي هي يا جماعه سيلكت اوبجكت. جميل. فنفس القصه هنجيب امر إيريز اهو سيلكت اوبجكت. هنختار الخط ده سيلكت اوبجكتس الخط ده وناخد بالك الكيرف ده بقى اوبجكت لوحده. لو عايز تمسحه تختاره انتر يبقى انت كده ايه مسحت الجزء. افرض عايز امسح الرسم كلها عادي هجيب امر إيريز يلي سيلكت اوبجكتس اقول له اول اتمسح الرسم. وممكن نعمل ويند او كروس. يجوز 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 او سي كروسنج او بالماوس بس. بس ما قلتش انا اقول لكم بالماوس بس دي حاول قدام شويه. اندو اتراجع عن الامر السابق. لا خلاص سيبك مش عايزها. طيب امر عايزين نفتح شباك نفتح باب نبنى؟ جميل. امر بريك خد بالك بقى امر إيريز ما ينفعش نفتح بيه باب. لو جبنا امر إيريز وجينا نفتح الحته الصغنطوطه دي هيشيل الخط كله. صح؟ مظبوط؟ جميل. مش هينفع. باشمهندس خليك في المنتصف. انت كده عامل انستابيلتي. السكينه هتقع. خليك واقف في النص وتسيب الورقه من ايدك والاستك والكلام. في عندنا امر اسمه بريك. في امر اسمه بريك يستخدم لمسح جزء من عنصر. جزء ازاي؟ نرسم لاين كده. هنجيب امر بريك وادي المنظر بتاعه. شايفينه؟ مستطيل متكل منه حته. يقول لك سيلكت اوبجكت اهو. شبه الحته اللي جايه هيديني رساله غريبه شويه. ممكن نرجع نشوف هنا. بيقول لك لمسح جزء من عنصر ينبغي ادخال ثلاث نقاط. النقطه الاولى هي نقطه اختيار العنصر. والنقطة الثانية هي النقطة الأولى للجزء المراد مسحه. والنقطة الثالثة هي النقطة الثانية للجزء المراد مسحه. يجوز إن إحنا ندمج النقطة الأولى مع النقطة الثانية. فنختار تبقى دول الثلاث نقط هم. دي نقطة اختيار العنصر. ودي النقطة الثانية اللي هي ودي النقطة الأولى للجزء المراد مسحه. ودي النقطة الثانية للجزء المراد مسحه. نقطة النقطة الثانية. صح؟ يمكن دمج النقطتين الأوليين اللي هي نقطة اختيار العنصر والنقطة الأولى الجزء المراد مسحه واعتبارهما نقطة واحدة. وده اللي الراجل بيقوله لي. بص بقى بيديني رسالة تحت بيقول إيه؟ أو فوق حتى. سبيسيفاي سكند بريك بوينت. طب فين الفيرست يا عم الحاج؟ هيعتبر النقطة الأولانية اللي أنت اخترت منها العنصر هي دي النقطة الأولى الجزء المراد مسحه. فأجي أختار النقطة الثانية. طبعًا هيختار الإند هدوس اف 3 عشان ألغي خالص موضوع الالتقاط. جيت دوست هنا راح مسيح لي الجزء ده. هنشوف بقى الشغل فيها شغل كبير. ماشي؟ ماشي. وان كان الامر ده مش هنشتغل بيه كتير يعني. يبقى نجيب الامر تاني. نجيب الامر تاني الامر بريك اهو. بيقول اختار العنصر اهو. النقطه الثانيه عايز تمسحها اهي. راح ماسح اللي بينه.
سوري. لا ده انا ممكن اشتغل بنظام تاني بقى. ايه هو؟ اجيب بريك سيلكت اوبجكت اهو. هو بيقول لي تحت، بيقول لي تحت سبيسيفاي سكند بريك بوينت اور فيرست بوينت. لو دوست له اف وانتر يفهم ان انا عايز ادخل الفيرست بريك بوينت والسكند بريك بوينت، مش ان هما ثلاث نقط، نقط اختيار عنصر وفيرست بوينت للبريك وسكند بوينت للبريك، صح؟ فهو مظبط نفسه ديفولت على انك تختار العنصر يبقى دي النقطه الاولى للجزء المرض مثلا. لا يا عم انا مش عايز اشتغل بالنظام ده، انا عايز ادخل ثلاث نقط بحذافيرهم، صح؟ فلازم لما بعد ما اديله اختار العنصر اقول له اف وانتر، يقوم يقول لي طب اختار بقى الفيرست بوينت واختار السكند بوينت. واضحه؟ واضحه يا جماعه؟ كما قلت هذا الامر لا يستخدم كثيرا لان هناك ثمه امر افضل منه الا وهو امر تريم، وده مع امر اريز مع امر اوبسيت من اكثر الاوامر استخداما في الاوتوكاد. الاوتوكاد كل اللوح كلها بتترسم بالامرين دول بس، اللي هما امر اوبسيت وترم. ماشي يا جماعه؟ اوفست وترم. ترم بقى بيعمل ايه؟ بيستخدم لمسح اجزاء من عناصر محصوره بين عناصر اخرى. باشمهندس سالني سؤال محرج، قال لي وانا بمسح كده اي نقطتين كده من اي حته، ما هو ده السؤال، هل انت بتعوز تمسح اي حته من اي مكان؟ لا، لازم في الغالب يكون في مواصفات الحته اللي انت عايز تمسحها، صح؟ غالبا ما بيكون متقاطع معاها عناصر اخرى، وانت عايز تمسح الحته اللي ما بين العناصر الاخرى. اهو امر تريم بيعمل لنا القصه دي. ادي الشكل بتاعه يا جماعه. خد بالك ان جوه امر تريم سيلكت اوبجكت بيتم مرتين، لان انا عندي هنا خدوا بالكم في نوعين من العناصر. في العناصر المحدده للاجزاء المراد مسحها اللي احنا بنسميها بالانجليزي كاتنج ايدجز، وفي عندنا العناصر المراد مسح اجزاء منها دي اللي احنا بنسميها اوبجكت تو تريم. يبقى انا اختار عناصر مرتين، اول مره هختار الكاتنج ايدجز ومره ثانيه هدخل اختار العناصر اللي انا عايز امسحها المحصوره بين الكاتنج ايدجز. نشوف مع بعض، تعالوا نشوف الامر مع بعض. هنمسح ده عن طريق امر اريز، عن طريق لاين هنبدا نرسم خطوط كده. ايوه بالظبط. ركز معايا، هنجيب امر تريم. اقعد يا باشمهندس ورا. نفس الشكل بتاعه. حاجه لا ورا ورا. نعم. سلام حاج بشرب حسين. هنجيب امر تريم. شوف بقى شوف عايزك تركز معايا. جاب لك رساله تحت قال لك سيلكت كاتنج ايدجز ثلاث نقط. بيقول لك انت الان في مرحله اختيار الكاتنج ايدجز. سيلكت اوبجيكتس. صح؟ ابدا اختار. خد بالك لو انا عايز امسح اجزاء من العناصر الافقيه هختار الرئيسيين كاتنج ايدج. ممكن بدل ما اختارهم واحد واحد ادوس حرف السي واعمل لهم حاجه عامله كده. مش خدنا كروسنج يا جماعه قبل كده؟ يمس اي حاجه بياخدها معاه في السكه؟ واضحه؟ يبقى انا اول حاجه اخترت مين الكاتنج ايدج؟ لا زال يقول لي سيلكت اوبجيكتس. يا عم خلاص انا اخترت الكاتنج ايدج وكفايه عليك كده، انتر على الفاضي. راح مديني رساله اخرى وقال لي سيلكت اوبجكت تو تريم. شوف الحته الخطيره دي بقى، تيجي تختار الحته دي يروح مسحها، الحته دي يروح مسحها،
الحته دي يروح مساحها، الحته دي يروح مساحها. شايفين الشغل كبير؟ الحته دي يروح مساحها، تختار الحته دي ما يرضاش يمسحها. اشمعنى؟ صح لا يا حبيبي، بيمسح فيها ايه؟ مساحه بره، مساحه بره. لان الامر ده بيستخدم لمسح الجزء من عنصر. انت لما مسحت الجواري بتاعه ما بقاش جزء من عنصر، بقى عنصر كامل يمسح بامر اريز. اقول تاني؟ اقول تاني؟ الامر ده يا جماعه بيمسح جزء من عنصر. بالظبط، بقى ده خط، ده عنصر وده عنصر تاني. ما بيمسحش هو عنصر كامل، هو بيمسح جزء من عنصر، بقى عنصر كامل. امال ايه اللي بيمسح عنصر كامل؟ امر اريز اللي هي الاستيكا. صح ولا صح؟ وصلت؟ امر ظريف؟ طب بص بقى الكلام الجميل ده، عايز انا بقى امسح اجزاء من العناصر الرئيسيه. عادي، هنجيب امر تريم يقول لك سيلكت كاتنج ايدجز، اروح مديله كروسنج واختار الرئيسيين هم الكاتنج ايدج. لازال يقول لي سيلكت اوبجكتس، انت على الفاضي عشان انهي مرحله الكاتنج ايدج. يقول لي سيلكت اوبجكت تريم، اختار افقي شيل، راسي شيل. صح؟ بص كل اللي واقع ما بين الكاتنج ايدجز ممكن نحن نمسحه. ظريف هذا الامر ولا مش ظريف؟ شفتوا اهميته عامله ازاي؟ شفتوا يا جماعه اهميته عامله ازاي؟ في بعض الملاحظات على هذا الامر. اول حاجه، يمكن ان تكون العناصر المراد مسح اجزاء منها هي نفسها العناصر المحدده للاجزاء المراد مسحها. ملحوظه غريبه قوي. انت شفت دلوقتي عشان امسح اجزاء من العناصر الافقيه خدت الراس كاتنج ايدج. لما حبيت امسح اجزاء من الراس خدت الافق كاتنج ايدج. ما بالك يا باشمهندس اللي بتنام؟ لا هما الاثنين بيناموا. لو عايز امسح اجزاء العناصر الافقيه والراسيه مع بعض، بص هنعمل ايه؟ الكلام الجميل ده، هجيب امر تريم هيقول لي سيلكت كاتنج ايدجز، هدي له حرف السي وانتر واختار دول كلهم. وانتر على الفاضي. سيلكت اوبجكت تريم، بص تدوس ده يمسح. تدوس ده يمسح. تدوس ده يمسح. يقول لك لا ما مسحهمش كل، اصل لسه حاسس باثر اللي كانت مسح. فاهمني؟ يبقى تمسح افقي، تمسح راسي، تمسح اللي نفسك فيه. ما خلاص ما فيش مشكله، عشان ده تمسح حته مني عشان اشتغلت عليه. يمسح هو بشانس اهو، وهو يمسح ده كمان ويمسح ده، يمسح كل اللي نفسك فيه بس ما يمسحش ده. اشمعنى ما بقاش جزء من العنصر؟ ظريف هذا الامر؟ ظريف ناس. لا ده خد بقى في حته جايين عليها، يمكن مسح اجزاء متتاليه عن طريق تمرير السور فينس يمر بالاجزاء المراد مسحها، وذلك بادخال حرف اف عند طلب اختيار ادخال الاجزاء المراد مسحها. شوف الحته الخطيره دي، انا عايز اجيب امر تريم قال لي سيلكت كاتنج ايدجز اختار دول كلهم، وممكن ادوس انتر على الفاضي يوم يختار اول كل الرسمه. بدل ما اكتب اول، خد حته جميله جدا بقى، حته جميله قوي، حته جميله قوي. اجيب امر تريم اهو، قال ايه بيرجع سيلكت كاتنج ايدجز ماشي، سيلكت اوبجكتس اور سيلكت اول. ما هم الناس عارفين ان الناس بتحب تشتغل بالطريقه الاخيره دي، انك تاخد كله كاتنج ايدج وتمسح اللي نفسك فيه. فاهمين يا جماعه؟ فادوس انتر على الفاضي. الميزه هنا ان انا امسح افقي ماشي، امسح راسي. بص بقى لو عايز امسح دول كلهم متعبه، صح ولا مش صح؟ ممكن اعمل حركه حلوه قوي، ادي له حرف الاف وانتر ومر الخط بالاجزاء المراد مسحها. يروح مسحهم مره واحده. بتبقى ميزه جميله قوي دي يا جماعه، بتبقى ميزه جميله قوي دي، بتبقى ميزه جميله لما تكون عامل بامر اري خطوط 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 خطوط، وبامر خطوط 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 خطوط، وعايز تمسح ده كله.
70 80 خط. يمكن ما مرش عليكم حاجة اسمها هولو بلوك، هيمر عليك في خرسانة هولو بلوك الأسفة بس متوفي يا أخي توفي مدي مش نبي ايش في سقف اسمه هولو بلوك اللي هو بيرص في البلوكات. طبعا ده ما شاء الله عشان يرسموه تطلع عينهم يا جماعة صح. بلوكات 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 وعملت راس هو بلوك واحد وقريه ويخلص. بس ساعات بنعوز نفتح كاميرا فيه كاميرا طويلة ترم فنس ترم فنس يروح شداد لك كله ومقطع لك كل البلوك. فهمنا يا جماعة ترم وفنس عارف تعمل ايه؟ خد المحفوظة الثالثة فنس. خد بالك بقى يمكن ان يمر السور السابق بعدة نقاط ويقطع عدة خطوط ولكن يفضل عدم الزيادة عن خطين فقط لكل سور. يعني ايه الكلام ده؟ بص معايا هنجيب امر تريم اهو سيلكت كاتنج ايدجز انتر على الفاضي ماشي وهدي له امر فنس واقطع كده 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 وانتر. شفت عمل خطين وساب الثالث صح. فلذلك انا قلت لك يفضل يكون ايه خطين خطين يبقى فنس ما هو بيعمل خطين يعني فنس. شفت امر فنس بيعمل ظريف امر فنس ظريف امر فنس يا جماعه ظريف فنس. ادخل معايا بقى ادخل معايا في الرسمه اللي جايه خد معانا ما اقدر هي بقى بتستخدم بقى هنعمل اريز ونمسح الكلام ده كله ونيجي هنا في جنب عايزين نرسم بيت اربع غرف اوضتين تحت اوضتين فوق المسافات الافقيه ركزوا معايا المسافات الافقيه 8 متر و6 متر المسافات الراسيه 5 متر و4 متر سمك الحيطه نص متر واستخدم امر لاين مره واحده لرسم خطين اثنين فقط. امر لاين وهنرسم باف 8 خط طوله 14 متر 1400 وراسي 900 واخرج بره امر لاين. هجيب امر اوفست وادي له ديستانس 500 وعايز بعد كده اوفسنس ديستانس 400 لازم اخرج بره امر اوفست وارجع جواه تاني عشان يسالني من جديد عن مسافه التوازي اقول له 400 وانتر وادي له من هنا موازي هنا واخرج وادخل تاني واكتب له 600 وارسم موازي لهذا الرجل واخرج وادخل تاني وادي له 800 وارسم موازي لهذا الرجل وادخل وارسم واخرج وادخل تاني وادي له 50 موازي 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 موازي. هو خد المسافه دي من جوه ولا بره؟ ما حسب ما انا ضغطت له بقى ما لما بدوس له الاوفس في كل ده انت هو ال 800 ده ما انت بقى يعني لغايه دلوقتي عاملين نرسم حاجات يعني ايه بنفتح بيها افكار لسه هندخل قدام بقى ونشوف السنتر لاين مش عارف السنتر لاين؟ اه في سنتر لاين وموازي بقى ونص حيطه ونص حيطه وهنعمل افلام كبيره ماشي؟ هناخد هندخل ون يا ولد على طول هنشوف كل حاجه هنشوف كل حاجه ما تقلقش ما تستعجلش لا زال شغال في امر اوفست كفايه ولا كفايه بنتر على الفاضي عايزين نظبط الرسم نجيب امر مين ريم ولا شنفر شنفر غلط شنفر مين يا عم انسى بقى شنفر والكلام ده ترم بيخلص المواضيع كلها ترم بيخلص المواضيع كلها خلاص سيلكت كاتنج ايدجز انتر على الفاضي عشان كله طيب سيلكت اوبجكت تو تريم ابدا الاقي رز اف وانتر لا ما ينفعش كله مش هسيبها كله في في تريم اقول له اف وانتر وادي له خط كده كده وانتر كمان اف
خط كده وخط كده كمان اف خط كده كمان اف ما رأيكم في هذا الشكل الجميل؟ اترسم فوق قد ايه؟ بأمر لاين الأولاني لو كنت عايز ترسمه لاين ب كنت صح. في الحقيقة وفي الواقع لقد أخذنا وقتا طويلا في هذا الرسم. ده في أوامر هناخدها قدام. الرسمة دي تترسم في 10 ثواني. مش دي يعني مش دي. ده الرسمة المكلكعة الأكبر منها. الرسمة المكلكعة الأكبر منها على الرهيبة البيت الكبير اللي طرقة ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه. يعني عشان أكون صادق معاكم 30 ثانية. بالتظبيطات بالتظبيطات بالزيادات بالذات بكل حاجه لا من غير الدكتور عشان نكون صادقين عشان نكون صادقين عايزين نخلص طيب ركز معايا عشان ننجز في عندنا امر اخر يبقى امر ترم ده شفت ترم وقص دول عصب الاوتوكاد جميل هنيجي ناخد مع امر بعد كده اسمه اكستند عكس اكستند معناه يمد فبيستخدم لمد عناصر حتى تقطع عناصر اخرى خد بالك بقى ده بيعمل ايه بيعمل عكس ترم بيقطع ده بيمد تعالى اديكم مثال عليه سريع كده ماشي ما عملناش الاوضه هو كده خلاص ما خدتش كده اربع اوضه خلص يا جماعة خلص يا جماعة لو سمحتوا عشان أنا أخلص هنجيب أمر extend تحت يوم selected boundary edges هناك نسمع cutting edges عشان بيمسح مالها هنا باوندري ايدجز اللي هيوصل ليها امر اسمه اكستند اول حاجه سالنا على باوندري ايدجز اللي هوصل ليها صح تعال نختار ده باوندري ايدج وده باوندري ايدج سيلكت اوبجكت خلاص كفايه كده عليك اعمل حاجه انتر على الفاضي سيلكت اوبجكت اكستند بص تعمل كده يمد من الناحيه دي تعمل كده يمد من الناحيه دي تعمل كده يمد من الناحيه دي تعمل كده مفيش حاجه اسمها من النص تعمل كده يمد من الناحيه دي تعمل كده ما مدش من الناحيه دي اشمعنى يا عم الحاج علشان مش هيقطع الباوندري هيتش تاني ده يوصل حسب ما تدوس عليه عرفنا الامر الظريف ده عرفنا الامر الظريف ده امر ابن ناس قوي طب شوف بقى يسري عليه كل ما يسري على امر ابن انك سيلكت الباوندري ايدجز انتر يوم ياخد كل الباوندري ايدجز ويبدا يوصل اف تشتغل معاك شوف بقى في حاجه خطيره جدا يمكن محدش خد باله منها بص بيقول لي سيلكت اوبجكت تو اكستند اور شيفت سيلكت تو ترم يعني امر ترم واكستند بيشتغلوا الاثنين مع بعض زي بعض يعني انت لو جوه اكستند وعايز تعمل ترم دوس شيفت مع الكليك مش واضح تعال نشوف جبت امر اكستند قال لي سيلكت اوبجكت انتر على الفاضي تدوس هنا يمد تدوس شيفت وهنا يعمل ترم شلت من نهايته ومديته ممكن من غير امر خالص من غير امر لما بدوس على الخط بيختار لي ثلاث نقط فيه ماشي لو مسك دي اتحركت دي تغير نقطة البدايه بتاعته ودي تغير نقطة النهايه بتاعته بس ده كده حاجه يعني ايه حاجه يعني اه يعني حاجه
على السريع مش بأمر، في أمر هناخد بعد كده أمر فورمال بيشتغل بالشغل ده ماشي؟ طيب فهمنا يا جماعة أمر أمر تريم واكستند، شفتم شغالين مع بعض دويتو جميل جدا، ممكن انك انت ايه تستخدم ده. طيب في عندنا امر خطير برضو اسمه لينثن، بيستخدم لمد العناصر بمواصفات معينه. حتى الان باشمهندس سالني قال لي امر اوبسيد بيعمل لي واحد زيه، انا عايز اعمل واحد زيه بس اطول منه، صح؟ حتى الان ما بنقدرش ان احنا نطول خط. امر لينثن بيعمل القصه دي، بيطول خط بمواصفات معينه. ايه المواصفات دي؟ دلتا، دلتا يطول لك مسافه معينه، بيرسنت يطول لك نسبه معينه، توتال يطول لك لغايه ما يوصل طوله الى طول معين، دايناميك يطول لك بمزاجك تمده زي ما انت عايز. واضحه يا جماعه؟ يبقى دلتا، خدوا بالكم، خدوا بالكم، دلتا دي اي مد بمسافه معينه، والمسافه دي يا موجب تطويل يا سالب تقصير. بي بيرسنت اكبر من 100، يسالك عن نسبه، اكبر من 100 تطويل، اصغر من 100 بتقصير. تي توتال يسالك على الطول الجديد، الطول الكلي. دايناميك يسالك على العنصر تغيره ازاي. تعالوا نشوف الكلام ده مع بعض. شايفين الطول ده العنصر ده؟ أو شايفين العناصر دي؟ هنجيب أمر، أمر لينثن. للأسف شالوه من التول بار، وإن كان هوريكم إزاي ممكن نحطه في التول بار عادي. قائمة موديفاي لينثن أهو. ماشي؟ لا مش بالطريقة دي. لو موديفاي، لو كاستم بيحطها. هنجيب لينثن يديك الرساله الشهيره بتاعتنا دلتا بيرسن توتال دايناميك. هنقول له دلتا، بص بقى يقول لك الدلتا لينث بكام؟ اقول له ب 100. شوف بقى تدوس هنا من الناحيه دي يمدوا لك 100 من الناحيه دي، يمدوا لك 100 من الناحيه دي، 100 من الناحيه دي، يمدوا 100 100 100. فهمت القصه؟ شغال معاك على طول عمال ايه؟ ما فيش شكل، بيمد خط مش بيمد شكل، بيمد خط. طيب لو ادينا له دلتا وقلنا له سالب 100 يعمل ايه يا جماعه؟ يقصر. طيب لو ادينا له تاني وقلنا له بيرسنت حرف البي يقول لي دخل البيرسنت 100%، قلت له 100% ولا يعمل حاجه. هقول له 75%. شوف بقى اللي هيحصل بقى، تدوس من الناحيه دي قصر خمسة ربعه، لو دوست كمان مرة يقصر ربع الجديد، ربع الجديد، ربع الجديد، ربع الجديد، ربع الجديد، ربع. فهمت القصة دي؟ ماشي. لو قلنا له بيرسنت بقى 200% يوم يتضاعف، يتضاعف، يتضاعف. خدت بالك؟ ما هو مش من الطول الأصلي، من الطول الجديد. طيب عايزين نفسه نقول له توتال، عايزين نوصل توتال خطوط يعني 25% مش 25% اه هو 125. جبت توتال الخطوط قدامي دي كلها، عايزين نخلي كلها طولها 600، الطويل والقصير كله 600. اكتب 600 وانت تدوس على الراجل ده بقى 600. دوست عليه تاني ما عملش حاجه ليه؟ ما هو واصل 600 وخلاص، هو بيوصله 600، فانت اول دوسه وصلت 600، دوس تاني هيوديك فين؟ ما هو 600 صح؟ تدوس هنا بقى 600 600 600 600 600 خلاص بقى كله 600. شفت التوتال بيعمل ايه؟ يبقى لنا الدايناميك، انك تشاور هنا، بص بقى وتمد الخط. شفت الحته دي؟ عايز امد خط بدل بقى الحاجه الحركه اللي فاتت، بدوس هنا واشده او اقصره. خد بالك انا بطوله واقصره مش بنقله في حته ثانيه. ايوه اه على استقامته. ايه رايك في الامر الجميل؟ جميل جدا. لينسن بيقدر يمد الخطوط ويجيبها. انا مفيش مشكله خالص والله.
مش عايزين تشتروا المشروع مفيش مشكلة. خليكم ارسموه في 10 ساعات زي ما بتقولوا 10 ايام. 10 سنين. مشروع مش بترسموه في 10 ايام؟ براحتكم. مش عايز اوتوكاد، هو عايز لو رسمتوا له اوتوكاد هينبسط اكتر. والله. ويدوك درجات اكتر. واحنا ممكن نعمله نستنتج براحتكم. كما يحلو لكم. كما يحلو دكتور. طب المشروع ده بالامر اللي خدناه لغايه دلوقتي يحصل ولا لا؟ يعني ما ياخدش كتير، ياخد مثلا ربع ساعه. طب بالنسبه لو عايزين مثلا نعمل ورقات ينفع؟ طيب نكمل مع بعض كم امر دول؟ جماعه خلاص مش دي تاخد ربع ساعه بالاوامر اللي احنا خدناها. خلاص بالاوامر الجديده اللي هناخدها ياخد دقيقه واحده بكل شيء، الابواب والفتحات بكل شيء، بكل شيء. طب لغايه قد ايه؟ لغايه قد ايه؟ هنرجع دي لغايه قد ايه؟ نص ساعه ايه؟ نص ساعه لغايه دلوقتي يا دكتور؟ نص ساعه كافي؟ لا نص ما تكفيش. فانا بس ركزوا معايا، ركزوا معايا. انا قدامنا حاجتين هامتين، ثلاث حاجات مهمين. ان انا اخلص اوامر موديفاي اللي هي الحاجات الحلوه دي، رايدين نخلصها عشان بعد كده في عندنا حاجتين بحيث تكتمل الصوره عندنا. حاجه اسمها اللايرز، ودي عصب الاوتوكاد. حاجه اسمها بلوكس. الاثنين دول لو خلصناهم بعديهم ترسم الرسمه دي في زمن مش ببالغ. انا قبل كده كنت بخلي الناس يمسكوا الستوب ووتش. زمن لن يصل الى دقيقتين. المسقط ده ما ياخدش دقيقتين. بالفرش. بكل حاجه. بالحمامات، بالسيراميك. في ستاندرد بكل حاجه. موجود ستاندرد. لا احنا قاعدين الساعتين، احنا قاعدين الساعتين الساعه. كمل يا دكتور. طيب مش هطول عليكم. لا مش ايه؟ ليه؟ قال لي يا حبيبي انت هتمسكوا له اوتوكاد ونقوله على الضغط. شفوا بقى. ركز معايا. طيب ركزوا معايا. احنا خدنا امر سترينث. لينث ده بيعمل ايه بقى؟ بيمد عنصر. بيمد ايه؟ عنصر. احنا عايزين بقى نمط عناصر. دي حته خطيره جدا بقى. يمط ايه؟ عناصر مش عنصر واحد، شكل. وانا اضرب لك مثال قدامك اهو في الحته اللي فوق دي، كرسي عملته كنبه. كرسي عايز اعمله كنبه. ماشي يا جماعه؟ عايز امط. ماشي؟ جميل. الامر ده امر ظريف جدا، امر ستريتش، وده منظره اهو. بيديك رساله سيلكت اوبجيكتس. الامر ده فيه نقطه خطيره جدا. انه عشان تشتغل بيه لازم تشتغل بكروسر وليس بويب. كتير جدا من الناس ما تعرفش تستخدمه، بيشتغل اوتوكاد يجيبه يعمل ويندو ولا يرميه. ايه؟ لازم كروسر، لازم كروسر. هو تعمل له ويندو مش فاهم حاجه. كبر دماغك معاك. ماشي؟ جميل. بعد ما تختار العناصر اللي انت عايز تمطها بتديله البيس بوينت اور ديسبليسمنت والسكند بيت اوف ديسبليسمنت زي امر مو. تعالوا نشوف مع بعض كده. هنعمل اريز للحاجات دي كلها كده. هنرسم كرسي. 8 نديله 400. 400. 400. كلوز. امر اوفست 50. مش مستاهله فريم. شامفر اللي خلصنا. صح. عملنا كرسي. عايزين نعمله كنبه. سهل جدا. هنجيب امر ستريتش اهو.
امر ستريتش ونديله حتى راجل قايل الملحوظه هنا قال لك سيلكت اوبجكتس تو ستريتش باي كروسنج ويندو اور كروسنج بوليجون كروسنج لازم كروسنج نديله حرف السي ونعمل له حاجه زي كده جميل وينتر قال لي سيلكت بيس بوينت اي في 3 ادي البيس بوينت سكند بوينت اوف ذيس بليسمنت اي تاني امر كروس امر ستريتش قال لي سيلكت اوبجكت تو اوبجكتس عادي سؤال شائع هنديله سي وانتر ونختار العناصر اللي احنا عايزين نمطها جميل جدا هيقول لك اختار البيس بوينت اهي السكند بوينت اوف ديسبليسمنت اهي بص بقى شايفين البيت اللي انا رسمته ده الاربع اوضن بعد ما رسمتهم باشمهندس قال لي انا نسيت قلت لك حاجه غلط ايه؟ قلت لي المسافات مش 800 600 دي 700 600 الله يسامحك يا شيخ هيد وابني لا امر ستريتش بص معايا امر ستريتش واروح مشاور على ده كده حلو وانت سيلك بيس بوينت اور ديسبليسمنت هقول له 100.0 سكند بوينت انتر على الفاضي حد شاف ايه اللي حصل؟ اتضيق ليا ودي بتستخدم كتير بعد ما ارسم اللوحه ايه ده انا ما خدتش بالي ان المسافه بين المحورين دول 4 متر انا شفتها 3 طب رسمت اللوحه كلها وفرشت وعملت كل حاجه في الدنيا استرتش على طول كده مش واخد بالي استرتش على طول استرتش زي ما هي بصوا شوفوا معايا هو استرتش بيعمل ايه عشان تفهموا افهمكم فكره عمله استرتش يا جماعه لما بتجيب امر استرتش وتدي له كروسنج وانت بتعمل الكروسنج الايدجز بتاعت الكروسنج بتخبط بعض العناصر صح ولا مش صح؟ بتخبط بعض العناصر العناصر اللي خبطت في البرواز بتاع الكروسنج هي دي العناصر التي يتغير مكانها او شكلها معايا يا جماعه هي دي اللي بتغير شكلها عن طريق نقاط اللي واقعه جوه الكروسنج يعني ايه؟ يعني الخط الافقي ده لون هيتين لون هي هنا ولون هي هنا الشق النهايه دي هي اللي بتتغير بتاعت العنصر والنهايه دي اللي بتتغير بتاعت العنصر والنهايه دي اللي بتتغير بتاعت العنصر او العنصر ده مش هيتغير ليه؟ ان النقطتين النهايتين بتوعهم هيتحركوا زي بعض ريليتيف لبعض صح؟ والنقطتين دول هيمشوا مع بعض فاهمني؟ فده اللي هيحصل ده خد بالك ده فيه استرتش بس بيبهدل الدنيا ازاي؟ بص كده جبنا ستريتش اهو واخد بالك هلغي في 8 هختار البيز بوينت هي دي والسكند بوينت هي دي حد شاف هو عمل ايه؟ عمل اللي قلته بالظبط خد نقط اللي هم الاربع نقط دول ومشاهم ريلاتيف للحته للمسافه اللي انت مشيتها ونسي بقيه الناس فيها ماشي يا جماعه؟ بس طبعا ده كده ايه شكل مش لطيف لكن قلت لكم الشكل اللطيف بتاعنا ان انا بعمل كروسنج واجي اعمل كده هنا بال كده زمان يعني مثلا لو عايزين نعمله ما بيتمدش بقى انت الاصل في المدنة بيتمد كده وكده صح لكن عشان تمد كده ده بيبهدل الشكل اصلا واضح يا جماعه؟ الشكل ده انا يا باشمهندس دلوقتي اكتشفت ان في غلطه مسافه 100 سم غلطه في الشكل ده المفروض الشكل ده يتمط 100 سم صح؟ كنا احنا خدنا امر قبل كده اسمه موف فاكر؟ موف ده كان بيسالني بيز بوينت اور ديسبليسمنت وسكند بوينت اور ديسبليسمنت فاكرها؟ ما كنتش حضرها كنت رحت حضرت المايه صح؟ لا ما سلام حضرتهاش ورجعت لا انت رجعت وقلت ايه الحته اللي انت قلتوها دي ماشي؟ طيب وخدنا امر ستريتش خد بالك امر ستريتش هو يا باشمهندس ماشي؟ جبناه وقلنا له سي وانتر واخترنا الحته دي قال لي بيس بوينت اوف ديسبليسمنت في عندي حلين اما انك تاخد بيس بوينت وسكند بوينت اوف ديسبليسمنت دي حل ماشي؟ في حل تاني انك تديله المسافه اللي انت عايز تنقلها اكس وواي فقلت له مثلا سالب 100 و0 طب لما يسالني على السكند بوينت اديله انتر على الفاضي وصلت؟
مسألنا على السكند بوينت اديله انت عرفان انت كمان ما كنتش موجود ساعتها. ايه؟ طب سيب ما هي التالت ده مش فاهم مسافه. التالت ده انت عايز تمط من حته لحته. الحل الاولاني. مش جزء مسافه. يعني ايه؟ يعني واحد بصم واحد عنده خط عامل عنده خط عامل كده وعايز يمد الشكل ده لغايه ما يخبط في الخط ده. عادي يجيب ستريتش كروسنج اهو ويختار دي البيز بوينت ودي السكند. وانا ما شفتش ما هو شغال جاهز. انت شفت المستطيل اللي كان باين؟ ما شفتش. بص 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 يا ابني من غير ما اقول شفت كليك يمين ما هو شغال جاهز الراجل اهو هدوس هنا شفت المستطيل ده؟ شفت المستطيل اللي ظهر ده؟ دي الاند بوينت من غير تنشيل. دكتور هو بيتحرك ولا بيشيل يعني سمك بتاعته بيتغير ولا لا؟ لا سمك الحاجات اللي جوه سمك الحاجات اللي جوه بيتغير ده لا اللي جوه ما بيتغيرش كمان. هو حتى لو حددناه هو العناصر اللي هي حاطه في الايدج بتاعه هي دي اللي بتتنقط تروح وتيجي. الدايمنشن بتاع الجو ما بيتغيرش تاني. دكتور لحظه بس الدايمنشن بتاع الاوضه دي مثلا ويسيب الدايمنشن بتاع الاوضه دي ازاي؟ طب ما ده اللي عملته. ممكن يكون عندنا مثلا الاوضه دي يعني هي حجم معين والمقص عندي من الحته دي ما توسع الثانيه. ما انا ممكن اجي بالستريتش اهو بكروسنج اعلم كده واضيق الاوضه دي. لا قصدي ان انا نسيت ما اعرفش هنا ولا هنا. لا ما اعرفش بقى نسي بقى معلش في اسئله في اللفظ. هيجي بعد كده امر دايمنشن تقيس تشوف مين اللي غلطت فيه. قول يا باشمهندس كنت عايز توسع سمك الحيطه عادي خالص استريتش اهو يا باشمهندس كروسنج اهو يا باشمهندس وغير سمك الحيطه. فهمني يا جماعه؟ زي ما هو ستريتش وتعالى خد كروسنج واختار الحته دي بس. هل كده الخط خطوط اللي بره دي الخطوط اللي بره دي دخل جوه كروسنج؟ ما دخلهاش مش هتتغير. يبقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هاخد ده كده وامده زي ما انا عايز. طيب احنا بقينا كم امر؟ شوف بس بقينا كم امر وعلى اساسه نحدد. بقينا سكيل وروتيت فقط امرين بس امرين سهلين. بعد كده المره الجايه ان شاء الله هناخد بقى الحاجتين المهمين بالنسبه لنا اللايرز. ما بعد الامتحان بقى الامتحان في حاجات كتير ناخد اللايرز والبلوكس وهعرفكم ازاي ترسموا اللوح بسرعه ان شاء الله. ان شاء الله احسن من دي كمان. امر اسمه سكيل من اسمه يستخدم لتكبير العناصر او تصغيرها. صح لتكبير العناصر او تصغيرها. كلام جميل. هنيجي هنا يا جماعه عندنا الكرسي ده كده او الكنبه دي عايزين نصغرها. هنجيب امر سكيل اهو select objectives w enter. بيسألك على حاجة مهمة جدا. بيسألك على البيز بوينت اللي هي النقطة اللي هيكبر ويصغر منها. يبقى حد مهم. يعني أنت قلت لي الكرسي ده عايز تصغره 50%. لما يصغر 50% لازم يكون في نقطة ثابتة فيه يكبر ويصغر منها. صح ولا مش صح؟ فبيسألني على البيز بوينت وبعدين يسألني على السكيل فاكتور. تعالى نعمل الكلام ده. أدي البيز بوينت أهي. شوف بقى بص بص. 8 في نفس 8. بيكبر ويصغر زي ما انا عايز. هديله السكيل فاكتور مثلا ب 0.5. ايه اللي حصل فيه؟ صغر نزل النص. هات امر سكيل تاني سيلكت اوبجكتس ويندو وادي البيس بوينت واقول له 2 كبر 200%. لو قلت له سكيل فاكتور بواحد لا يكبر ولا يصغر. صح ما لسه كل الكلام ده هناخد ان شاء الله بتفصيل. لا 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 اطلاقا نرسم سكيل واحد لوحده. بنرسم سكيل واحد لوحده. هنرسم اوتوكاد هنرسم اوتوكاد بنرسم سكيل واحد لوحده. واحد لوحده بالسنتي بنرسم بالسنتي سنتي 800 سنتي ايه المشكله؟ دايما يا جماعه بنرسم اوتوكاد بسكيل واحد لوحده. ماشي لو بترسم بالسنتي خد الوحده هنا. هو الاوتوكاد بيشتغل بالوحده فاعتبر ان الوحده دي سنتي. لو انت شغال بالمتر خد الوحده متر.
وعرفك وفكرنا بالسؤال ده مره الجايه اقول لك امر يظبط لك مقاس اللوحه حسب العدد. لا ده في الطباعه بقى البرس مسكين واحد لواحد في الطباعه بتقول عايز يظبط مسكين واحد في 50 واحد ل 100 واحد ل 25 واحد ل 75 لنفسك في كل بلوك في الطباعه ماشي. لا لا مش خالص خالص. امر روتيت ده امر مهم جدا بيستخدم لتدوير العناصر. لتدوير العناصر بيسالك على البيس بوينت اللي هي اولا سيلكت اوبجكتس عناصر عايز تدورها البيس بوينت النقطه اللي دور حواليها والروتيشن انجل. تعالوا كده الكنبه دي عايزين ندورها نجيب امر روتيت اهو سيلكت اوبجكتس ويندو البيس بوينت اللي هدور منها هي دي مثلا. عايز تعمله كده ولا كده ولا كده يا كان يديله الانجل. خد بالك الانجل موجبه عكس عقارب الساعه سالبه مع عقارب الساعه. تعال نقول له سالب 90 راح ندور له 90 درجه مع عقارب الساعه. ايه رايك في الكاميرا الظريفه ده هكذا نكون شبه انتهينا شبه مش انتهينا من اوامر موديفاي. وزي ما شفنا الاوامر دي اوامر ظريفه جدا. الاوامر دي اوامر ظريفه جدا بتستخدم لتسهيل الرسم ان شاء الله.